كل آمن بالله وملائكته، لماذا قدم الإيمان بالملائكة على بقية الأصول؟ واضح؟ لأن الإيمان بالملائكة يجمع أمرين: التصديق بخبر الله عن الملائكة، عن وجودهم وعن أسماء من سمي منهم، عن اختصاص كل مجموعة، وعن ما أثنى الله تعالى به عليهم من العبادة والطاعة، وعن 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 كذا. وأهم شيء إنهم سند في الوحي إلى الرسل من البشر. فالطعن في الملائكة والتشكيك في الملائكة قدح في سند الشريعة. فهمتم؟ نعم. اعقلوا اعقلوا هذا. من الذي تنزل على الرسل عليه الصلاة والسلام بالوحي؟ أول شيء جبرائيل، وله أعوان، له أعوان يكلفون بشيء من هذا، مثل ما كان جبرائيل عند النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة في صورة رجل، أكثر ما يجي على صورة دحية بن كعب، كان رجلا عاقلا وقورا ذا هيئة. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل والحاضرون نقيضا في السماء، صوت حركة، فرفع جبرائيل عليه السلام بصره وقال: يا محمد، هذا باب فتح من السماء لم يفتح من قبل، أول مرة. فنزل منه ملك آخر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجبرائيل عنده، قال: يا محمد، أبشر بنورين قد أوتيتهما، لم يؤتهما نبي قبلك. سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيت، يعني دعاء مستجاب، دعاء وثناء، ثناء ودعاء مستجاب. هذا ملك جاء. الصحابة رضي الله عنهم آمنوا بهذا كله، ما أجروا موازنة بين جبرائيل وبين هذا الملك، ولا شككوا في خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جبرائيل يأتيه بالوحي. واضح؟ وأما اليهود الذين أفتروا على الله الكذب وقالوا في الله عز وجل ما لم يقله أحد، إن الله فقير، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قالوا: يا محمد، من يأتيك من الملائكة بالوحي؟ قال: جبرائيل. قالوا: ذاك عدونا، هذا يأتي بالمسخ والقلب وكذا وكذا. فأنزل رسله: من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فلذلك قدم الإيمان بالملائكة عليهم السلام على بقية أصول الإيمان. ليش؟ لأن منهم من هو واسطة في الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع الوحي، الوحي ترى أنواع بعد. آمن بالله وملائكته، وهم أيضا هم الذين يدبر الله عز وجل بهم ملكه وخلقه، وهم الذين لهم العلاقة الوطيدة الثابتة المستمرة بالمكلفين، ابتداء من نفخ الروح في المضغة بعد أن يكمل خلقها، وانتهاء بقبض الروح، وما بين ذلك من حضورهم مجالس العلم وتثبيتهم للمؤمنين ودعائهم لهم إلى غير ذلك، والامتحان في القبر، وأمور يوم القيامة تدبر بهم، واستقبال المكلفين يستقبلون المتقين عند الجنة، جعل الله يكون منهم، يستقبلون الفجار عند النار، عند أبوهم، هم خزنة الجنة خزنة النار، وهم مكلفون بالجنة والنار. يجوز الشك في الملائكة، وهذه مهامهم، وهذه أعمالهم، والحكمة من خلقهم، وكذا 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 وكذا. هذا أصل واحد من أصول الإيمان، وفرع من الإيمان بالغيب واحد.